السلام عليكم أخي عبد الله، إحنا طلعنا من يعني السينما، يعني عاشت إيدكم، يعني رحم الله والديكم إنه طلعتوا شو اسمه قصة الزهراء عليه السلام ب يعني هذا الإعلام يعني العالمي، يعني ما شاء الله. يعني إحنا طول الفيلم يعني كله بكي حقيقة، أي بس الحمد لله، يعني عمل يعني عظيم. اوكي يا اخوي عبد الله، شوي تعبانين من يعني البكي، ان شاء الله يعني نتكلم معاكم بعدين. السلام عليكم، شلونك أخي؟ معك نور الهدى من أمريكا. أخي والله أبارك لكم وموفقين بحق محمد وآل محمد، شفيعتكم فاطمة الزهراء إن شاء الله على هذا الفيلم الرائع. اليوم كنا بالسينما وباكر هم راح نروح، وعلي ناس كلش هواية، والأمريكان بكوا بكي والله العظيم. قام خصة من توفت الزهراء سلام الله عليه، يعني بكوا الأمريكان. إحنا كنا بالسينما وباكر راح نروح، راح اصور لك فيديو يمكن مباشر. يعني اللهم صل على محمد وآل، يعني فيلم اعجوبه، ان الناس طلعت اليوم من الفيلم، هو انا اولادي يقولون، اصدقائنا يعني يقولون احلى فيلم شفناه، وباشر هم عليه اقبال كثير. موفقين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، الآن خرجنا من قاعة فيلم خير مساء الجنة. الحمد لله الذي وفقنا لهذا المناسبة العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله إنها عبرات، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مهدي يا آل محمد، العجل. الحمد لله قطعت التذكرة شفت الفيلم، والمهم الكل متأثرين. يعني أنا بالنسبة لي حتى فقدت أعصابي من شفت الفيلم، يعني ما أعرف شنو، ما أعرف أكثر مقطع يعني اللي يعني ما أعرف شو أقول، ما أعرف، مخنوق ما أعرف شنو، ما أدري.